أن يرتجى الخير. قالت السيدة زينب عليها السلام خاطبة يزيد بن معاوية: وأن يرتجى الخير ممن لفظ فوه أكباد الشهداء، ونبت لحمه بدماء السعداء، ونصب الحرب لسيد الأنبياء، وجمع الأحزاب وشهر الحراب، وهز السيوف في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله، أشد العرب لله جحوداً، وأنكرهم له رسولاً، وأظهرهم له عدواناً، وأعتاهم على الرب كفراً وطغياناً.